بحر. بحر؟ ليه؟ مالك يا بحر، في ايه؟ انت ليه مش مريحني ولا مريح نفسك حتى؟ عمال تلف وتدور حوالين كلام ما تزعلش مني ما انتش قده. كيف تقولي كده؟ انا مش قد كلامي؟ انا ما اقصدش ضعف، لكن ظروف. ظروف اللي تمنع اللي حل له ربنا. بحر، انا قلتها لك قبل كده مليون مرة، انا عايشة طول عمري على كف عفريت، ويوم ما اتجوز لازم ابقى مطمنة. وانت خايفة معاي؟ طبعا لا، انت عارف كويس ان انت البني ادم الوحيد اللي انا ما واثقش في حد غيره. امال في ايه؟ حياتك غريبه يا بحر، وبتحصل فيها حاجات اغرب، وطول الوقت في خطر حواليك، وانا ما اقدرش على العيشه دي. على الاقل فهمني عشان ابقى واقفه معاك واحس ان انت بتهتم بيا. ممكن تشيل الكلام ده من نفوخك؟ اشيله ازاي؟ انت عارف ان انت لو حصل لك حاجه انا ممكن اموت. لا، انت هتعيشي. اوعاكي تجيبي سيره الموت مره تانيه. في ايه يا بحر؟ ملكه فزعت كده ليه؟ انت عليك طر؟ انا طري مع الموت، طر قديم قوي، عشان كده ما بحبش اسمع سيرته. انا حاربت الموت كتير وعارف اني مش كده. ده حتى طار ابوي اللي اخوي بيلومني عليه ليل ونهار، ما رضيتش اخده لحد النهارده عشان ما افتحش للموت سكه يخش لي منها. تكره سيره الموت عشان خد منك حبيبه؟ عشان خد مني كل حاجة، لكن انت لا، مش هيقدر. طب اسمعني يا بحر كويس، انت لما طلبت مني ان انا مسافرش انا ملغتش الفكرة، انا بس قبلتها لحد ما الخاطر اللي حواليا اللي انا مش فاهمة حاجة عنه ده يروح. ده اللي خلاني اضطر امشي وابعد. خلاص هتهمليني؟ أنا هطلب منك طلب واحد بس، تعالى نسهر سهرة وحيدة يوم الخميس الجاي لوحدنا. وكمان حددت السفر يوم الخميس؟ لا، يوم الخميس ده عيد ميلادي.